بيبدأ الفيلم في أمريكا، وبتكون مذيعة نشرة الأخبار بتعلن عن حالة الطقس السيء، وبتقول إن في احتمال لحدوث أعصار شديد وفيضان، وبتقول المذيعة إن الحكومة فرضت حالة الطوارئ القصوى، وبتطلب من كل سكان ولاية لويزيانا إن هم ما يخرجوش من البيت نهائي لحد ما حالة الطقس السيء دي تنتهي، لأن هيكون في عواصف شديدة وانعدام في الرؤية على الطرق السريعة. وبعدها بنشوف واحد وصاحبته هما بيجروا وسط العاصفة لحد ما بيلاقوا قدامهم بيت مهجور، فبيكسروا الباب وبيدخلوا جوا البيت بسرعة علشان يستخبوا فيه من العاصفة، وبعدها بيثبتوا الباب مكانه مرة تانية، وبعدها بيستخدم الشاب ده ألواح الخشب والمسامير اللي بيلاقيها جوا البيت، وبيفضل يسد كل الشبابيك والفتحات علشان يمنع دخول الرياح والأمطار، وفجأة بتحصل رياح شديدة وبتشيل الباب من مكانه، فبيروح الشاب ناحية الباب علشان يدور على طريقة يثبته بيها، وفجأة الشاب ده بيتسحب برا البيت، فبتخاف البنت وبتفضل تنده عليه ولكنه ما بيردش، وفجأة بيدخل من الباب تمساح ضخم وبيقرب منها، فبتترعب البنت وبتحاول تهرب ولكنها ما بتلاقيش مخرج في البيت علشان تهرب منه، فبتمسك خشبة وبتحاول ان هي تدافع عن نفسها، وبتفضل تضرب في التمساح لحد ما بتصيب واحدة من عينيه، وده بيخلي التمساح يتعصب ويمسكها من رجليها، وبعدها بيوقعها على الارض وبياكلها. وفي اليوم اللي بعده بيكون في اتوبيس بينقل 5 من اخطر المساجين في الولاية، وبنلاقي واحد فيهم اسمه جيم واللي بيكون تاجر ممنوعات، وبيكون محكوم عليه بالسجن مدى الحياة، والتاني مسجون بيكون اسمه جوكس واللي بيكون ارتكب جرائم سطو ومسلح ومحكوم عليه بالسجن لمدة 20 سنة قبل للزيادة، وبنعرف ان المسجون التالت اسمه فلويد واللي بيكون ارتكب عدد كبير من جرائم القتل، اما المسجون الرابع فبيكون قاتل متسلسل اسمه انجلو، واخر مسجون بيكون اسمه كودي، وده بيكون قتل رجل شرطة اثناء عملية سطو ومسلح. وبيظهر ان المساجين معترضين على الطريقة اللي الضابط بيل بيسوق بيها الاوتوبيس، وده لان بيل ما بيكونش شايف الطريق كويس قدامه بسبب العاصفة، وساعتها بيقترح بيل على زميله ستام ان هم يقفوا في السكة، خصوصا وان في قرية قريبة منهم فيها مركز للشرطة وممكن ان هم يستنوا فيه هم والمساجين لحد ما العاصفة تنتهي. فبيطلع ستام تليفونه وبيبص على تطبيق الطقس، وبيعرف ان العاصفة هتكون شديدة جدا بالليل، ده غير ان في احتمالية حدوث فيضان كبير جدا، فبيقتنع بكلام بيل وبيوافق ان هم يروحوا مركز الشرطة. وفي الوقت ده في مركز الشرطة بنلاقي مأمورة المركز اللي اسمها جو بتتفاجئ ان ارضية المركز غرقانة مية، وده بسبب السقف اللي بيسرب مية المطر، فبتروح جو للنائب بتاعها وهو بيتكلم في التليفون، وبعد ما النائب بينهي المكالمة بيقول لها ان في اوتوبيس بينقل 5 مساجين بعت لهم رسالة استغاثة، وده علشان المساجين اللي فيه يستنوا في المركز لحد ما العاصفة تخلص، فبتطلب منه جو ان اول ما الاوتوبيس يوصل يبلغها فورا. وفي نفس الوقت ده بيكون في عربية واقفة على الطريق، وبيكون فيها عصابة مكونة من 4 افراد، وبيكون زعيم العصابة دي اسمه رافي، وبتكون المساعدة بتاعته اسمها ايف، وبيظهر ان هم مستنيين الاوتوبيس يعدي من قدامهم، وده علشان يهجموا عليه ويهربوا المساجين اللي فيه، لكنهم بيستغربوا لما الاوتوبيس بيغير مسار رحلته، واول ما بيعدي الاوتوبيس من قدامهم بيمشوا وراه، وبيظهر ان هم واخدين معاهم موتوسيكلات مائية علشان يهربوا بيها اثناء الفيضان. وفي الوقت ده الضابط ماركوس بيروح لجوف مكتبها، فبتطلب منه ان هو ينزل للمخزن ويجيب اكياس الرمل علشان يحطها قدام المركز قبل ما يغرق بمية المطر، وبنعرف ساعتها ان المركز ما فيهوش غير جو وماركوس وزميلهم وايت، وبينفذ ماركوس كلام جو وبينزل للمخزن، وما بيكونش عنده اي فكرة ان في تماسيح بتتسلل للمبنى من خلال فتحات الصرف. واول ما بيوصل ماركوس للمخزن بيتصدم لما بيلاقي غرقان مية، والمية دي بتكون واصلة لحد نص جسمه، فبيمشي ماركوس في المية لحد ما بيوصل عند اكياس الرمل، وساعتها بيكون في تمساح في المية بيقرب ناحية ماركوس، وبيحس ماركوس بحركة في المية فبيتخض وبيلف وراه بسرعة، وبيوجه الكشاف اللي معاه ناحية الصوت اللي هو سمعه ولكنه مش بيلاقي حاجة هناك، وفجأة بيحس ماركوس بحاجة بتتحرك تحت المية، فبيتوتر وبيقع منه الكشاف في المية وبيمد ايده علشان يجيبه، وفجأة التمساح بيسحب ماركوس تحت المية وبيقطع ايده وبعدها بياكله في ساعتها. وفي اللحظة دي بيوصل اتوبيس المساجين لمركز الشرطة، وبيكون رافي واللي معاه واقفين بعربيتهم على الناحية التانية من الشارع، وبيفضلوا يراقبوا الاتوبيس وبيشوفوا جو هي بتستقبل المساجين بنفسها، فبيقرروا ان هم يستنوا شوية وقت وبعدها يقتحموا المركز ويحرروا المساجين. وفي اللحظة دي بيدخل المساجين للمركز وبيقف صف واحد قدام جو، وبيحاول فلويد وجوكس ان هم يضايقوا جو علشان يخوفوها منهم، لكنها بتثبت لهم ان هي بتقدر تتعامل مع اللي زيهم كويس جدا،
زنزان، وبعدها بيروح كل مسجون على زنزانته وبيفضل بيل وستام معاهم علشان يحرسوهم. ولما بتطلع جو على مكتبها بتسأل وايت عن ماركوس، وقبل ما يرد عليها بيتفاجئوا بإطلاق نار كثيف جدا، وبيكون رافي ورجالته هما اللي بيضربوا نار عليهم. فبيتحرك وايت وجو بسرعة وبيستخبوا ورا مكاتبهم وبيشتبكوا مع رافي ورجالته في تبادل إطلاق نار، ولكن رافي ورجالته بيكون معاهم أسلحة أقوى من وايت وجو، وعلشان كده بيقدروا إن هما يقتحموا المركز ويحصروهم. وساعتها بيل وستام وكل المساجين بيسمعوا صوت ضرب النار، فبيقرر بيل إن هو يروح يشوف إيه اللي بيحصل. وفي الوقت ده رافي بينده على جو وبيطلب منها إن هي تستسلم، فبتسأله جو هو مين وعاوز إيه، وبتتفاجئ جو لما بتشوف بيل قدامها، فبتشاور له علشان تحذره إن هو يفضل مكانه، ولكنه بيرفض يسمع كلامها، وبيظهر قدام رافي ورجالته وبيرفع عليهم مسدسه، لكن واحد من رجالة رافي اسمه نيت بيضرب بيل بالنار، ومن قوة الضربة بيطير بيل في الهواء وبيقع جوه المكتب وبيموت فورا. فبتتحرك جو بسرعة وبتضرب نار على رجالة رافي، وبتقدر ان هي تصيب واحد منهم في رقبته. وبعدها رافي بيقول لجون المواجهة مش هتكون في مصلحتها، وبيطلب منها لاخر مرة ان هي تستسلم، وبيوعدها ان هو مش هيقتل اي حد منهم. فبتقتنع جو بكلامه وبتقرر ان هي تسلم نفسها هي وايت. وبعدها رافي بيطلب منها ان هي تاخدهم على مكان السجن، وبتوافق جو وبتاخده هو ورجالته وبيروحوا على هناك. واول ما ستام بيشوفهم وهم داخلين عليه بيرفع عليهم السلاح، لكن جو بتطلب منه ان هو يرمي سلاحه، وبيظهر ان ستام مش عاوز يعمل كده، فبيقول له رافي ان هو اقل منهم في التسليح وفي التدريب كمان، وقبل ما يضربهم بطلقه واحده هيكونوا خلصوا عليه في ثواني. فبيفكر ستام في كلام رافي وبعدها بيقرر ان هو يسلم نفسه، وبيرمي سلاحه على الارض وبيبعد عنه. وبعدها بيروح رافي ناحيه زنزانه كودي، وبيظهر ان هو جاي علشان يحرره هو بس، وده لان هو يبقى واحد من افراد عصابته. وبيطلب رافي من جون هي تفتح زنزانه كودي وتخرجه، فبتنفذ جو كلامه وبتفتح الزنزانه. وبعدها بيسالها رافي عن كاميرات المراقبه، فبتقوله ان الكاميرات عطلانه بسبب ماس كهربائي، لكن رافي ما بيصدقش كلامها وبيطلب من ايف ان هي تروح معاها على مكان الكاميرات علشان تتاكد ان هي عطلانه فعلا. وبعدها رافي بيحبس وايت وستام جوه زنزانه كودي، وفي الوقت ده بيظهر تمساح وبيهجم على فرد العصابه المصاب وبياكله. وبنروح للمخزن، وبتتفاجئ جو لما بتلاقي المخزن اتملى بالميه، فبتشاور لايف على اسلاك الكاميرات واللي بتكون متغطيه بجاكيت ماركوس، لكن ايف بتكون عايزه تقرب من الاسلاك اكتر، وده علشان تتاكد بنفسها ان هي عطلانه. وبيظهر ان جو بتكون قلقانه على ماركوس، خصوصا لما بتشوف الكشاف بتاعه واقع تحت الميه. واول ما بتدخل مع ايف للمخزن بتمد جو ايديها تحت الميه علشان تجيب الكشاف، ولكنها بتترعب لما بتلاقي دراع ماركوس المقطوع. وفجاه بتشوف هي وايف تمساح ضخم على السلم وبينزل في الميه بسرعه، فبيترعبوا من المنظر وبيفضلوا يدوروا على التمساح في الميه، وبيظهر ان هما تمساحين مش تمساح واحد. وفجاه بيخرج تمساح من الميه وبيهجم على ايف وبياكلها، فبتستغل جو الفرصه وبتهرب من المخزن، وبتحاول ان هي تقفل الباب وراها علشان تحبس التماسيح. وبيجي التمساح التاني وراها ولكنها بتقدر تقفل الباب عليه. وفي الوقت ده رافي بيكون سمع صوت ضرب النار، فبيتصل على ايف علشان يطمن عليها، فبيقول له ستام ان الخدمه عطلانه بسبب العاصفه. فبيقرر رافي ان هو يروح لايف، وبيطلب من نيت ان هو يراقب الحراس والمساجين لحد ما يرجع. وفي الطريق رافي بيشوف راس فرد العصابه اللي كان مصاب، وبتكون عايمه على وش الميه قدامه، فبيتوتر وبيجهز سلاحه وبيكمل في طريقه. واول ما بيوصل للمخزن بيلاقي جو واقفه على السلم وبتحاول تتمالك اعصابها، وبتتفاجئ جو لما رافي بيسالها لو التمساح اكل ايف، فبتساله هو عارف ازاي، فبيشاور لها رافي علشان تبص جنبها. وبتترعب جو لما بتلاقي تمساح بيقرب منها، فبتجري بسرعه هي ورافي وبيرجعوا على السجن، وبتكون التماسيح تحت الميه ورايحه وراهم. واول ما نيت بيفتح لهم باب السجن التمساح بيمسك رافي من رجله، فبيقع رافي على الارض وبيجري عليه كودي وبيمسك ايده، وبيحاول ان هو ينقذه من التمساح ولكنه بيفشل، وبيسحب التمساح رافي بره السجن. وبعدها بيقفل كودي الباب بسرعه، وبيكون كل اللي في السجن مرعوبين من اللي حصل، وده بسبب ان التمساح حجمه ضخم جدا ومش طبيعي. وفي اللحظه دي جو بتحاول توصل لسلاح تحت الميه، لكن نيت بيمنعها وبيقرر ان هو يخلص منها، وعلشان كده بيفتح الزنزانه للمساجين، وده علشان يهجموا على جو يقتلوها. وفعلا بيخرج انجلو من زنزانته وبيهجم على جو، ولكن جو بتضرب
بتضربه ضربات قوية جدا وبتقدر ان هي تسيطر عليه في ثواني. فبيتعصب فلويد وبيحاول ان هو يضرب جو، ولكن جو بتستقبله بضربة عنيفة وبتوقعه في المية. وفي الوقت ده كودي بياخد البندقية اللي تحت المية وبيهدد نيت وباقي المساجين، وبيجبر نيت ان هو يحرر وايت وستام من الزنزانة. وبعدها كلهم بيهدوا وبيتفقوا ان هم يتعاونوا سوا علشان يلاقوا طريقة يهربوا بيها من التماسيح، خصوصا لما جو بتقول لهم ان في 4 تماسيح في المركز وان التماسيح اكلت الضابط ماركوس لما نزل المخزن، ده غير ان هي اكلت ايفو من قبلها اكلت زميلها اللي كان مصاب. وبيظهر ان جيم عنده خبرة في التعامل مع التماسيح، وده لانه كان بيشتغل صياد تماسيح قبل كده. وبيقول جيم ان التماسيح دي خطيرة جدا وان هي خايفة وبتحاول تهرب من العاصفة لان هي انجرفت من الفيضان بعيد عن مكانها اللي بتعيش فيه. وبتحاول جو هي واللي معاها ان هم يحطوا خطة للهروب. وبيقول نيت ان هم معهم موتوسيكلات مية وممكن يستخدموها ويهربوا بيها بعيد عن المركز. فبيتحمس جوكس وبيطلب منه يروح يجيبهم، لكن نيت بيصدمه وبيقول ان هم موتوسيكلين بس. وهنا بيتدخل جيم وبيفكرهم ان في 4 تماسيح في المركز وان هم مش هيقدروا يهربوا منهم بسهولة. وساعتها بتقترح عليهم جو ان هم يطلعوا للدور اللي فوق علشان يبعدوا عن التماسيح ويدوروا على طريقة يهربوا بيها. فبيوافقوا كلهم على كلام جو. وبعدها جو بتعمل حبل من مفارش سراير المساجين وبتربطه في فتحة التهوية اللي في سقف السجن. وبعدها بيطلعوا على الحبل واحد ورا التاني، واثناء ما هم بيطلعوا بيظهر ان التماسيح بتحاول تفتح باب السجن. وبيكون فلويد هو اخر واحد بيطلع على الحبل، وفجأة بيتفتح باب السجن وبيدخل منه تمساح. فبيترعب فلويد وبيطلب من جوكس ان هو يساعده، فبيمد جوكس ايده وبيمسك ايده. وبيظهر ان جوكس بيكره فلويد ومش بيحبه، وعلشان كده بيغير رأيه وبيسيب ايد فلويد. فبيقع فلويد في المية والتمساح بيهجم عليه وبيمسكه من دراعه. فبتمسك جو سلاحها وبتضرب نار على التمساح علشان تنقذ فلويد، ولكن الرصاص مش بيأثر في جسم التمساح. وبيظهر فجأة التمساح التاني وبيهجم على فلويد وبيأكله. وبعدها واحد من التمساح بيحاول يوصل لفتحة السقف، فبيضربه وايد بالنار في بقه وبيقتله، ولكن التمساح التاني بينط وبيمسك وايد وبعدها بيسحبه وبيأكله. فبيخافوا كلهم وبيتحركوا بسرعة جوا ممر التهوية لحد ما بيخرجوا كلهم من الممر للدور العلوي. وفي اللحظة دي ستان بيبلغ جو ان الذخيرة اللي معاهم قربت تخلص. فبتقرر جو ان هي تاخد جوكس وكودي ويطلعوا لاخر دور، وده علشان يدوروا على اسلحة يدفعوا بيها عن نفسهم. وبتسيب ستان ونيت مع انجلو وجيم. وفي اللحظة دي انجلو بيلاحظ ان في مسدس موجود في غرفة التدريب، وبيظهر ان هو بيخطط لحاجة معينة. وفي اللحظة دي جو اللي معاها بيوصلوا للدور الاخير، وساعتها جو بتسأل كودي هو ازاي اتورط في قتل ضباط الشرطة، وبتقوله ان هي حاسة ان هو مش قاتل زي باقي المساجين اللي معاه. فبيقول لها كودي ان هو شارك مع رافي في عملية سطو مسلح، وان رافي هو اللي قتل ضابط الشرطة، ولكن كودي هو الوحيد اللي اتقبض عليه. وبتعرف جو ان رافي بيهرب كودي علشان هو اللي عارف مكان الفلوس اللي هم سرقوها. وفي الوقت ده المية بتزيد في فتحة الصرف، وبيطلع معاها تمساح للدور الاخير وبيهجم على جوكس. فبيفتح كودي وجو النار على التمساح وبيقتلوه، ولكن بعد ما بيكون خلاص قتل جوكس. وفي الدور اللي تحت ستان بيتوتر لما بيسمع صوت ضرب النار، فبيستغل انجلو الفرصة وبيدخل غرفة التدريب وبياخد المسدس وبيصوبه ناحية ستان، وبيكون على وشك ان هو يقتله، لكن جيم بيتحرك بسرعة وبيمنعه. فبيضرب ستان طلقة ناحية انجلو، ولكنه بيصيب جيم في كتفه بالغلط. وبعدها انجلو بيهجم على ستان وبيفضل يضربه ضربات قوية جدا لحد ما بيموته. وبعدها انجلو بيروح لجيم وبيضربه بالنار، وده علشان يخلص منه ويهرب هو ونيت بالموتوسيكلات المائية. وفجأة جزء من سقف الدور الاخير بينهار عليهم، وبتقع جو كودي على الارض. وفي نفس اللحظة بيقع سيخ حديد من السقف وبيخترق جسم نيت وبيموت في ساعتها. وفجأة بيظهر التمساح وبيسحب انجلو وبياكله. وبعدها كلهم بيكونوا محتارين ومش عارفين يعملوا ايه. فبيقف جيم واللي بيكون لسه عايش وبيحاول ان هو يشتت انتباه التمساح ويروضه، ولكن التمساح بيوقعه على الارض وبياكله في ثواني. وبعدها بيقرب التمساح ناحية كودي وجو، وفجأة بيظهر رافي واللي بيكون لسه عايش برضه، وبيضرب التمساح بالنار وبيقتله. وبيكون كودي وجو مستغربين ان رافي قدر يهرب من التمساح، فبيقول لهم ان الحظ خدمه وان هو قدر يفلت من التمساح ويستخبى منه. وبيقترح عليهم رافي ان هم يتحركوا بسرعة علشان يوصلوا للموتوسيكلات المائية ويهربوا بيها، لكن جو بتطلب منهم ان هم يستنوها لان هي لازم تعمل حاجة معينة قبل ما تهرب. فبيوافق رافي وكودي وبيستنوها. فبتاخد جو بندقية رافي وبيقول لها ان هي مش فاضل فيها غير
غير طلقة واحدة. وبتروح جو وبتدخل غرفة التدريب وبتستخبى فيها، وبيظهر ان جو عارفة ان التماسيح هتيجي على صوت ضرب النار، وبتفضل مستنياهم لحد ما بيقربوا عند انابيب الغاز اللي قدام الغرفة. وفي نفس الوقت ده رافي بيطلب من كودي ان هم يسيبوا جو ويهربوا، لكن كودي بيرفض وبيصمم ان هو يستنى جو. فبيتعصب رافي وبيتخانق معاه، وبيفضلوا يضربوا في بعض ضربات قوية وعنيفة. وفي الوقت ده التماسيح بتقرب من انابيب الغاز، فبتخرج جو من الغرفة وبتضرب الانابيب بالنار، وبيحصل انفجار شديد والتماسيح بتموت. ومن قوة الانفجار النار بتوصل عند رافي وكودي، وساعتها بيكون رافي بيحاول يغرق كودي في المية، ولكنه بيتحرق بالنار وبيموت. وتاني يوم بتكون العاصفة خلصت، وبنشوف كودي وجو في البحر وبيكونوا راكبين الموتوسيكلات المائية، وده بعد ما قدروا يهربوا بيها بعيد عن مركز الشرطة. وساعتها كودي بيسأل جو لو هي هتسلمه للشرطة، فبتقوله ان هي هتبلغ عن 5 مساجين ماتوا بسبب هجوم التماسيح. فبيشكرها كودي، وبعدها كل واحد فيهم بيروح في طريقه. وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة فيلمتشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف، ونشوفكوا الملخص اللي جاي، ويلا سلام.